والآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال ومرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لكما يوسف وأدا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أصدر مجلس إدارة البنك المركزي بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وذلك استمراراً لجهود دعم التحول الرقمي. هذا وأكد المركزي أنه يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتباراً من 1 يناير وحتى 31 من شهر ديسمبر لعام 2023، والتي تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية الإنترنت والهاتف المحمول البنكي بالجنيه المصري. هذا وأعلن البنك المركزي عن مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس عام 2023، ويتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك مع استمرار باقي شروط المبادرة. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء رسما معلوماتيا حول الدول الأكثر استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج، وجاءت مصر في المركز الخامس عالميا ضمن أعلى الدول استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج في آخر تقديرات العام الحالي 2022، ومن المتوقع أن تسجل تحويلات 32 مليار دولار، في حين جاءت الهند على رأس القائمة بإجمالي 100 مليار دولار. أعلنت وزارة الزراعة استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، ويعد ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء. ويبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حالياً حوالي 243 منفذاً ثابتاً، بالإضافة إلى 30 منفذاً متحركاً تجوب المحافظات والميادين العامة التابعة لقطاع الإنتاج والزراعات المحمية. وطرحت الوزارة بمنافذها كميات من اللحوم البلدية بسعر الكيلو 150 جنيها والدأن ب 145 جنيها والأرز البلدي بسعر 13 جنيها. صعدت الأسهم السعودية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، بينما تراجعت معظم البورصات الأخرى في الخليج بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية. هذا وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 2% منهيا جلستين من الخسائر، ومدعوما بارتفاع يقدر ب 1.9% في بعض الأسهم للتطوير العمراني وزيادة بنسبة 1% في سهم مصرفي. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وأدا. شكرا لك مرنا.